والله تدري يا اخويا، احسن شي نستغل بيه هاي الاجازه ندقها لعب من الصبح لليل. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، ان شاء الله تكونون باتم الصحه والعافيه. رجعنا لكم بهذا الفيديو الجديد. طبعا بهذا الفيديو حنحكي عن شغلات تقدر تسويها انت بالبيت اثناء ما انت قاعد بالبيت هاي فتره الاسبوعين او الثلاث اسابيع لحد ما الازمه تنجلي. ومثل طبعا ما شفتوا بالصوره وبالمقدمه، اكيد مو اللعب هو حيكون اكثر شيء انت حتستغل به وقت فراغك بهاي المده، بس همين حيكون الا جزء، لانه الترفيه همين شغله مهمه. عندنا يا شباب الشغله الاولى وشغله صراحه جدا مهمه واحنا نفتقدها حاليا، ألا وهي القعدة الأسرية. تقعد ويا أهلك، تسولف وياهم، تشوفهم، لأن هسه بعصر الإنترنت والتليفونات اللي انتشرت قلت جدا القعدات العائلية بين أفراد الأسرة الوحدة، وهمين الطبة والطلعة وخصوصا التليفون. التليفون طبعا ياخذ وقت جدا كبير من حياة الإنسان، فحاولوا جميعا أنكم تستغلون هاي الفترة. الأب يقعد ويا أبنائه يشوفهم، الإبن يقعد ويا أبو أمه يشوفهم، يتفقد أحوالهم، فهاي صراحة جانب جدا مهم. عندنا الشغلة الثانية وهي أهم شغلة ويانا ويمكن كلنا نعتبر مقصرين بيها، ألا وهي القرآن. كل واحد بينا خلي يسأل نفسه سؤال، شو وقت آخر مرة تلا بيها قرآن؟ شو وقت آخر مرة فتح كتاب رب العالمين؟ سواء إذا عندك مصحف أو موجود عندك بالتليفون، اقعد اتلو شوية، اتلو من القرآن. مثل ما أنت يومية تحتاج أكل، أيضا أنت تحتاج غذاء الروح وهو القرآن. اقعد اتأمل وفكر بالآيات، وهمين بعد تقدر تسوي لك برنامج مال حفظ. نعم، أنت قاعد فترة أسبوعين أو ثلاث أسابيع ممكن تستغلها. يعني إذا افترضنا أنك كل يوم حتحفظ من القرآن صفحتين، بما أنه أنت قاعد ما عندك شيء، يعني حاليا ماكو لا شغل لا طبة لا طلعة، إذا قلنا من صفحة إلى صفحتين، أنت في خلال أسبوعين حتحفظ تقريبا جزء ونص من القرآن، وهذا إنجاز جدا جيد. فحاولوا أنكم تستغلون هذا الوقت، وكلنا نرجع لرب العالمين والكتاب رب العالمين، ونقعد شوية ننطي قيمته. الشغلة الثالثة اللي ويانا اليوم ألا وهي المطالعة. كلنا طبعا نعرف قيمة المطالعة في حياة الإنسان، هو كل ما يطالع حيزداد علم. حدد لك كتب معينة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، المهم تقدر تخلصها في خلال هاي الفترة، بس طبعا حاول تكون الكتب مفيدة وتزيدك علم. وممكن من حين إلى آخر همين تشوف مثلا إذا تعجبك روايات أو قصص ممكن تكسر بيها الروتين شوية. الشغلة الرابعة اللي عندنا اليوم يا شباب ألا وهي الدراسة. نعم الدراسة، أكيد أكو ناس كان عندها امتحانات، ناس أكو مواد فايتتها. خلي تحاول تدرس هاي الفترة وتستغلها وتقوي نفسها بالمواد اللي هي ضعيفة بيها، واللي عنده امتحان يستعد أكثر للامتحان. طبعا هي ما حتكون كل الوقت، كل واحد حسب برنامجه يقسم وقته ويضع وقت للدراسة يكون ضمن البرنامج. الشغلة اللي ورا هل تقدر همين تسويها بالبيت ألا وهي الرياضة. الرياضة يا شباب طبعا جدا مهمة، لأنه الإنسان قاعد بالبيت حاليا تقريبا اسبوعين او ثلاثة اسابيع، قله الحركه ويما الواحد يتغذى يوميا وزن حيزيد تدريجيا، فيحتاج انه يسوي تمارين. ممكن تسوي التمارين بالبيت سواء التمارين السويديه او غيرها، همين حتكون جدا مفيده. ايضا طالما انت قاعد بالبيت هذه فرصه جدا جيده حتى تصل رحمك، اتصل على ناسك واهلك واحبابك، اسال عليهم، اطمن عن احوالهم، لانه يمكن بالايام العاديه تكون مشغول وتمر ايام وايام وايام دون ما انت تتصل عليهم وتعرف احوالهم واوضاعهم او حتى تزورهم. وايضا ممكن توعيهم عن هذا المرض، اكو ناس الى الان ما يعرفون خطوره المرض او انه متساهلين وياه، ممكن انت تتصل عليهم تشوفهم انه هذا المرض خطير، تنطيهم توعيه وتنطيهم نصائح بحيث هم يتخذون كل احتياطاتهم. واذا قالوا لك يابا احنا ايش حنسوي نقعد اسبوعين بالبيت، ممكن طبعا تدز لهم هذا الفيديو. دعاية تايم. نيجي على النقطة المهمة لكل الشباب يحبوها ومنتظريها من بداية الفيديو، ألا وهي اللعب. طبعا سواء على البلاي ستيشن، سواء على التليفونات، على الكمبيوتر، أي شيء عادي. أكيد طبعا أنت من حقك أنه تلعب وترفه عن نفسك، بس لا تخليه ياخذ كل وقتك، لأنه الواحد شوية شوية من يبدأ حينسى نفسه وحيضيع كل الوقت. الشغلة اللي وراها هاي ممكن همين تخص البنات أكثر، ألا وهي أنه تتعلمين في الطبخة معينة من أمهاتكم الله يحفظ لكم إياهم جميعا، أو عن طريق الإنترنت، أو تتعلمين تسوين تحلية وغيرها. الخيارات كثيرة، هاي عدا طبعا الأعمال الكثيرة الجانبية اللي ممكن تسويها في خلال اليوم وما تأخذ منك ذاك الوقت، مثل التسبيح
وعبادة الدعاء جدا مهمة يا شباب، خصوصا في هذه الفترة الناس تحاول تكثر من الدعاء. ممكن أيضا تستفيد منها أنه إذا عندك مثلا هوايات مثل الرسم وغيرها ممكن تطورها بهذه الفترة أيضا. ممكن أيضا تدخل دورات عن طريق الإنترنت وانت قاعد من بيتك. وشغلة مهمة هم يا شباب ممكن الكل يسويها، مو شرط يكون الفرد، حتى أفراد الأسرة جميعا، طالما أنت قاعد بالبيت حاليا ممكن تتفقون كلكم أو أنت لوحدك تقعد بالثلث الأخير من الليل وتصلي لك ركعتين وتدعي بيها رب العالمين. هذه سرها عجيب، لأنه أنت حتكون بحدك ويا رب العالمين، أو إذا كنتوا ويا مجموعة حتتعاونون على الخير وبيها أجر جدا جدا عظيم. فحاول أنك تستغل وقت الفراغ هذا بالشيء المفيد، لأنه حينطيك ثقة بالنفس وأنك تحقق إنجازات هواية بحياتك ويكون لك دفعة للمستقبل. هذه من الأشياء اللي جت على بالي، وأي واحد عنده مقترحات ثانية ممكن يكتب لنا إياها جوا بالكومنت. ونشوفكم إن شاء الله على خير، الله يحفظكم جميعا وأحبابكم، في أمان الله والسلام عليكم.